هزيمة مرة ما يشتوش على كهو، هزيمة بتتر متصور أنا ما كناش نستحقوها. عملنا فوليم دو جو كبير ياسر، لعبنا كرة بالكدا، مي عملنا أغلطة فردية شوية، بتتر شوية بلاسمون، شوية روتار في تلو على الادفيرسير، معناتها حاجات اللي دابيتود احنا معناتها ما نتيحوش فيها برشا الاغلاط هذه، مي اليوم عملناها ان بو اكزاجيري. بار كونتر ما استغليناش بالكدا اخطاء المنافس. على غالب هزيمة موجعة، خسرنا كاس اليوم، خسرنا بطولة معنا في مقابلة السوبر، كنا نقدروا نفوزوا بالماتش هذايا، خسارة نتأسفوا لجميع النادي الصفاقسي، إن شاء الله نعوضهم في باقي المقابلات. نعتبر الشوط الأول صحيح ما تخليش كيما يلزم في الماتش، لكن معناها على بنسبة احتفاظ بالكرة احتفظنا بالكرة، ما قويناش نسق الشوط الأول، معناها المفروض أن في بعض الأحيان نقوي ونسق، ما قويناش، أعطينا تعليمات الشوط الثاني أن نقوي ونسق، أن ننوع اللعب بتاعنا، نلعبوا أكثر عن طريق الأطراف، جاتنا العديد والعديد من الفرص، مالوريزمون قبلنا هدف الثاني. حاولنا نرجع في الماتش ورجعنا في الماتش، لكن هذيك هي الكرة، معناها خسارة بالحق خسارة. اليوم نعتبر الأولاد قدموا مقابلة طيبة، حاولوا أنهم ياخذوا كأس السوبر، لكن يمكن ماهيش كاتبة، معناها في ماتش كيما هذا نقول لو تشوف الفرصة بتاع الأخيرة بتاع محمود بن صالح معناها في آخر الماتش، ولا الفرصة بتاع ياسين الخنيسي وجه لوجه ما سجلناهمش، ماهيش كاتبة. شو تعلمت المباراة هذيك كأس السوبر؟ كل ماتش حتى في البطوله التونسيه كل ماتش تلعب وتتعلم منه، اذا ما فيش حتى كلام. ماتش كيما هذا معناها المفروض ندخلوا احسن في الماتش، من نمنوا في قدراتنا اكثر، نحاولوا نوجعوا اكثر، نحاولوا ساعات تجيوك ما يجيوكش برشا فرص، ثلاث اربع فرص، لازم الفرصه اللي تجي تحاول تلعب عليها، تحاول تركز لها اكثر. شوف النادي الصفاقسي يعمل في فوليوم دو جو كبير، يخلق العديد والعديد من الفرص، يمتع في الناس، لكن فريق يحب ياخذ بطولات لازم يسجل اهداف، نضيعوا في برشا اهداف بكل صراحه. نتصور اللي كنا نجموا تكون النتيجه يعني خير من هكا، لكن الله غالب، هذاك هي احكام الكره، واليوم حكمت حاجات صغيره يظهر لي في المباراه، فماش اغريسيفيتي، سيرتو الشوط الاول كنا بعاد على الواقع، استسهلنا يمكن المنافس كنا خايفين منه اكثر من لازم، بعد استسهلناه كاو هذيك الكره. ما بعد المباراه، ما بعد النهائي، يعني النادي الصفاقسي اكيد الفرق كما النادي الصفاقسي ما يزوش يتاثر بهزيمه كيف هكا؟ لا علاش، هي مقابله 90 دقيقه وفات توا طويناها وبدينا نخموا في اللي جاي، عندنا مباراه نتاع بطوله، عندنا تشامبيونز ليج الجمعه الجايه في اثيوبيا، ولذا بدينا نحضروا في اللي بعده كاو هذيك الكره.